Chelsea 3, Marcus Alonso. Number 4, Cesc Fabregas. Number 5, Jorginho. شكرا للزميل عبد العزيز النصر ولضيوفه الكرام. سيداتي انستي سادتي ايها الاحبه مشاهدي قنوات بي ان سبورتس الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله اوقاتكم ايها الاحبه في كل مكان بالف خير. اللقطات على الملعب الكبير في العاصمة لندن، في عاصمة إنجلترا لندن، وبالتالي المباراة النهائية على كأس الدرعة الخيرية الإنجليزي مباشرة من هذا الملعب الكبير، ملعب ويمبلي الذي يتسع لتسعين ألف متفرج في هذا اليوم الذي يقام فيه هذا اللقاء تقريبا، وحتى اليوم وحتى هذه الايام من ذهب الى لندن الى أوروبا. رياض محرز في الاطلالات الاولى مع السيتي يتقدم، يسري السيتي من ضمنهم بعض لاعبي تشيلسي، وتشيلسي في المحاوله الاولى سريعا، اكو 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 امامك الان، يتقدم رياض محرز وينقل الكره الى اجويرو، ولكن اجويرو يسدد الكره الى خارج ارضيه الملعب. الكوار خلاص، شوف 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 الكره ظلت داخل ارضيه الملعب. بعد شويه جيرو، مع ان جيرو والله يا اخي في المونديال يعني كل سواء السلبي او الايجابي، الذهاب مباشره الى ضربات الترجيح. جول جول جول! مانشستر سيتي كان له ما اراد، وبالتالي سجل الهدف الاول في المباراه. يتقدم اللاعب الذي كنت اتحدث عنه قبل قليل، اجويرو، يبحث عن الهدف رقم 200. كان لمانشستر سيتي ما اراد، وكان لاجويرو ما اراد. الاولى لتشيلسي وامامك الثاني ايضا لتشيلسي، انلعبت عاليه مع ورد تشيلسي، وصلت الكره في الجهه اليمنى، انلعبت عاليه وردت الفعل من جانب البلوز، ولكن الكره الى خارج ارضيه الملعب. هذا والكر مدافع المنتخب الانجليزي، ما اختاره طبعا، كره في غايه الخطوره تقول مباشره اللعب ضربات الترجيح للراحه اكيد. الضربه الركنيه لعبت لمصلحه السيتي، مطلوبه لهؤلاء اللاعبين مشاركين كاس العالم، الادوار المتاخره، محاوله تشيلسي من اللاعب شاب هاتسون، فقط ذكر المونديال بذكريات سيئه. محاوله تشيلسي، التسديده حلوة حلوة حلوة، أكثر اللاعبين اللي يحاولون في تشيلسي هذا اللاعب الشبيه سيتي، وتخلص ممتاز، صارت أخطر عطف، لكن تأتي الآن عملية مغادرة، كان متوقع من أن يكون أفضل. علينا أن ننتظر مراحلها الأخيرة لمختلف الأندية للموسم الكروين. يسلم صح، وصلت إلى محرز، محرز يتقدم، يتلاعب محرز، يحول الكرة لكنها سهلة عند حارس المرمى. يعني اللي خوف أنصار ومشجع، شوف 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 خروجه لم يكن موفق، الكنترول ما كان جيد. على الأرجنتين في نهائي كأس العالم مثال. يعني كلام أخرى، شكرا للزميل عبد العزيز النصر. سيداتي أنساتي سادتي، يحاول أن يسجل الهدف الثاني، التقدم وتسديدة ضعيفة من أجويرو نفسه، يسدد لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب بمتابعة جورجينيو اللاعب هذه اللقطة. كرة تحولت بهذا الشكل الجميل إلى مندي، يحولها عالية، مرت بسلام من الجميع إلى رمية تماس. جول 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 جول، ولكن ضاعت. أجويرو بشكل غير متوقع الحقيقة يضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني. انفراد حقيقي، انفراد حقيقي، ما فيه تسلل، ما فيه تليل. يسجل الآن هدف ودين من ناشئي مانشستر سيتي. مكة العزيزة، مكة الحبيبة، مكة الغالية التي يتوافد حجاج بيت الله الحرام هذه الأيام إلى الحرمين الشريفين في
يعني برشلونة وسنوات التألق الكبيرة أكيد إمساء من اللاعبين. جول! لا والله التسديد. نعم جول! جول ثاني لأجويرو. أجويرو 199، أجويرو 200، أجويرو 201 الآن، أجويرو 201 أمامك الآن. وبالتالي يأتي الهدف الثاني لمصلحة مانشستر سيتي. لاحظ 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 الكرة، لاحظ الكرة المقطوعة وبداية محاولة مرور جميل، والكرات لو وصلت إلى من الفرق الكبير. كرة بيدرو، انطلاقة بيدرو يسدد، لكن هي إلى ضربة مرمى لمصلحة السيتي. بالمناسبة راح يلعبون في الدوري في ديسمبر الأهم، أو بعض اللاعبين يعني فأنا شوف 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 أمامك، لكن أغويرو يقف في موقف تسلل. يعني لا أعلم، لأن لاعب سيتي اللي يرتدي قناع للوجه للوقاية مع الرأسية الخطيرة اللي حولها فودين، اللاعب اللي هو من ناشئي مانشستر سيتي، حول الكرة الرأسية. لاحظ معي في الكرة إلى ضربة ركنية لمصلحة السيتي، تسديدة قوية، كاد أغويرو أن يأتي به، يتلقى أهداف أكثر. شوف 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 الوصول السلس والسهل ومشروع تسجيل الجول الثالث، لكن الكرة في الشباك الخارجية تضيع على اللاعب البديل الإسباني. يخسر خلاص المباراة أو كأس الدرع الخيرية في خزائن. حاضرا مدرب أرسنال بكرة وصلت بهذا الشكل الخطير، التسديدة يرفضها حارس المرمى كابييرو، شال على أقل تقدير ثلاث كرات. الذهاب مباشرة إلى ضربات الترجيح. جول 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 جول! مانشستر سيتي كان له ما أراد، وبالتالي سجل الهدف الأول في المباراة. يتقدم اللاعب الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل، أغويرو، يبحث عن الهدف رقم 200. كان لمانشستر سيتي ما أراد، وكان لأغويرو ما أراد. سنوات التألق الكبير أكيد إمساء من اللاعبين. جول! لا والله التسديد. نعم جول! جول ثاني لأغويرو. أغويرو 199، أغويرو 200، أغويرو 201 الآن، أغويرو 201 أمامك الآن. وبالتالي يأتي الهدف الثاني لمصلحة مانشستر سيتي. لاحظ 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 الكرة، لاحظ الكرة المقطوعة وبداية محاولة مانشستر